له save for web and devices. دي أول نقطة. تاني نقطة إن أنا جيت بعد كده بعد ما عملت عملية الأوبتمايزيشن جيت قلت له save، يبقى أنا بعد ما نفذت موضوع الأوبتمايزيشن بتاعي جيت قلت له save. وبعد ما قلت له save هختار اسم الملف بتاعي مثلا index2.html. وبعدين هاجي من settings، ومن settings هاجي اختار اللي هي other. يبقى هاجي من settings ومن settings هختار other، تمام. وبعد كده هروح جاي من ال output settings بدل html هاجي اختار slices، هاجي اختار slices. وبعد كده من slices هختار generate css. وبعد كده حاجة اقول له اوكي. يبقى انا بعد ما جيت قلت فايل قلت save for web and devices، بعدين جيت من settings اخترت other، بعدين من other اخترت slices، وبعدين من slices قلت له generate css. بعد كده اروح جاي قايل له اوكي، اقول له save، وبعدين هعمل replace الصور بتاعتي. وطبعا لو انا كنت خلاص يعني راضي ان انا هحتفظ بيه كتابل اس يبقى هحتفظ بالبي اس دي بتاعها برضو الاصلي، لو ما كانش ممكن اخليها باسم تاني على اساس ان انا ابقى محتفظ بتمبلت 1 مثلا للتيبل، تمبلت 2 للتيبل اس على حسب. يعني ممكن اجي من فايل هنا واقول له سيف از، واجي بدل ما اخليها تمبلت سان سي تمبلت 1 لا اخليها سان سي تمبلت 2 مثلا. يبقى انا في الحاله دي ايه احتفظت بنسختين للبي اس دي، موجود السلايزنج موجود الاوبتمايزيشن، بس دي على تيبل ودي على تيبل لس. واجي اقول له سيف. ارجو ان تكون النقطه ديت يعني نكون قتلناها بحثا. وطبعا هي الموضوع ان انا بقى بشتغل ازاي على ده وبشتغل ازاي على ده، ده لسه بقى هيبقى شرحه هيدخل معانا بقى في الدريم ويفر. يعني احنا عمالين بننسحب بشكل سنه سنه لغايه لما هنوصل في النهايه للمنتج النهائي بانتهائنا بكورس الفلاش. يعني احنا ماشيين خطوه خطوه ونلاحظ ان كل خطوه بتوصلنا الايه للنقطه بتاعتنا. احنا كده يا جماعه خلاص انتهت المحاضره بتاعت النهارده. طبعا لو في حد عنده اي سؤال بالنسبه للفوتوشوب ممكن يسال، او لو لسه موضوع التيبل ليست ده حابب يعني ياخد فكره عنه مفيش مشكله ممكن نقولها دلوقتي. الهومورك بتاعنا انا عموما انا بعت الصفحه اساسا على الصفحه بتاعت الفيسبوك اللي هو السايت ده اساسا اللي انا بعمله، فانتوا ممكن تاخدوه وتبتدوا تشتغلوا عليه موضوع السلايزنج موضوع الاوبتمايزيشن وتشتغلوا عليه، تمام. برضو لو في اي اسئله يا جماعه دلوقتي ممكن نبتدي نسال الاسئله سواء بالنسبه للفوتوشوب او بالنسبه لاي حاجه تانية. نقسم الصوره للمربعات. زي ما قلنا احنا كنا بنعمل رايت كليك وبعدين نقول له ديفايد سلايسز، وببتدي اشوف انا عايز اقطعهم جنب بعض ولا تحت بعض. لو جنب بعض هختار هوريزونتال، لو جنب بعض قصدي هختار فيرتيكال، ولو تحت بعض هختار هوريزونتال. الجزء الخاص بالمات، احنا قلنا الجزء الخاص بالمات دوت بيبقى عندنا في انا عندي صفحه اللوجو موجود عليها على خلفيه زرقاء وعايز انقله على صفحه تانيه واللوجو بتاعي على خلفيه خضراء، هروح جاي عامل ايه معلم على ترانسبيرنسي واختار المات على اساس الايه اللون بتاع الخلفيه بتاعتي. وبالنسبه لاضافه التكست اللي بيتكلم على اضافه التكست، التكست اساسا ان احنا جينا على السلايز اللي احنا قلنا انها تبقى نو ايمج، هنقول رايت كليك نقول له اديت سلايز اوبشنز. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ايوه باشمهندس منذر، نستأذن حضرتك بس تشوف كام واحد من اللي حاضرين عاوزين يحضروا محاضرة الـ ICDL، عشان هو المحاضرة كان المفروض تنتهي الساعة 9 9 ونص، يعني بحيث محاضرة الـ ICDL بدأت. هتشوف بس كام واحد من الحاضرين معاك محتاجين، كام واحد من المحاضرين عند حضرتك محتاجين يحضروا محاضرة الـ ICDL. لو ما فيش حد خلاص حضرتك كمل. طب يعني اعمل انا فوتنج ولا اسالهم؟ لا لا فوتنج عشان تشوف كام واحد وتقرر اذا كنت تكمل ولا. طيب اوكي ماشي. طيب اوكي ماشي. اوكي شكرا.
انا بس هعمل دلوقتي فوتنج يا جماعه للي عايز يحضر الاي سي دي ال، عشان لو في حد عايز يحضر الاي سي دي ال ممكن يحضر، فانا عايزين نشوف بس مين الاوكي ومين مش اوكي. طيب يا جماعة اللي عايز بس يبقى بيحضر ال ICDL ممكن يبتدي يشوف بقى هيخش ازاي على الموضوع بتاع ال ICDL. اوكي، انا المفروض هي ابتدت 9:30. نجلة انت بتسألي على موضوع ازاي على اي اساس بقسم الصفحة الاجزاء، دي نقطة متروكة ليكي، بس في نقطة مهمة جدا وانا باجي اعمل عملية التقسيم لازم ابقى واخد بالي ان مثلا لو جزء فيه لوجو ما ينفعش ان انا اقسم اللوجو لجزئين، لازم اللوجو يبقى جزء واحد. لو عندي لينك، لا معلش، اللينك لازم برضو يبقى عبارة عن باتن واضح كامل بالتكست اللي فيه. يعني ما ينفعش ان انا باجي وانا اعمل عملية التقسيم ان انا اقسم للتقسيم وخلاص، لا لازم ابتدي اقسم وانا بشوف شكل صفحتي محتاجة التقسيم ده ولا مش محتاجاه. عشان كده هي العملية عملية تقديرية ومعتمدة على ايه، انك انت فيها سنس كل شوية لما بتبتدي تزيد خبرتك في النقطة دي كل ما بتحسني اداء السلايدنج بتاعي. اللي بيسأل جست 45 على الحفظ بالسلايسز والحفظ بال HTML، هي في الحالتين انت بتحتفظ، لما تيجي تحتفظ بالسلايسز بتحتفظ على امتداد ال PSD، يعني بتحتفظ بالملف الاصلي عشان يفضل السلايسز بتاعتك موجودة. افرض ان انت حبيت بعد فترة تعدل في السلايزنج ده، يبقى في الحالة ديت بتحتفظ بالايه، بال PSD، فيحتفظ لك بالسلايسز. ال HTML هو عبارة عن المنتج النهائي، انت ممكن تطلعه ممكن ما تطلعوش، ده ليك الاختيار فيه. تمام، الصور ما بتختلفش في شيء اكتر من انها كل اللايرز اللي بتشوفها على البي اس دي هي بيحصل لها ميرج على الصفحه او على الصور الصغيره اللي بتتقطع. يعني الصور الصغيره هتبقى بدل ما يبقى الملف كله على بي اس دي، لا ده هتبقى عباره عن هتبقى عباره عن ان انا بحتفظ بالصور بتاعتي دوت جيف دوت شي بي جي، ده خلاص ده بيبقى خلاص عمل دمج لللايرز دي، ده بس كل الفرق. تمام، اللي بيسأل على دورة الفوتوشوب المستقلة، لا دي مفيدة جدا جدا، اتليست انك انت لو حبيت تبتدي تضيف لمسات خاصة، لان احنا اللي احنا ذكرناه بالنسبة للفوتوشوب والويب احنا ذكرنا خطوط عريضة للتصميم، لكن لو انت عايز تخش ان ديب في الموضوع فطبعا افضل ليك انك انت بتخش في فوتوشوب والجرافيك. زائد ان احنا كاساسا لو احنا بنشتغل شغل الديزاين مش معنى ان انت بتشتغل ديزاين بس، يعني ما تقدرش انك انت ممكن فجأة مثلا حد عرض عليك مثلا عايز يصمم لوجو وعايز يعمل فلاير او اي حاجة عرضة انك انت تعمل حاجة زي كده، لان انا شخصيا عرضة للكلام ده، وعشان كده انا اتعلمت برضو الفوتوشوب فور جرافيك. يعني انا بعد ما اتعلمت الفوتوشوب فور ويب اساسا كنت بحضر مع ناس برضو كان واحد فنون جميلة وبيديني فوتوشوب فور جرافيك، وبصراحة انا كنت استفدت منهم استفادة كبيرة جدا في الموضوع دوت، اللي خلتني بعد كده ازاي ببتدي اعرف اعمل تصميمات للوجوهات او لفلايرز او لاي حاجه. تمام، ده بالنسبه لي اللي هو الكورس بتاع الفوتوشوب المستقل. اوكي طيب، الدريم ويفر اساسا عدد المحاضرات بتاعتي هيبقى حوالي، احنا المفروض طبعا بيبقى حوالي 33 ساعه، او احنا هنقول انها 32، بحوالي هتبقى 16 محاضرة including فيها التست. تمام، فالدريم ويفر عندي هيبقى فيه اساسا 32 ساعة including فيها التست بتاعي، وطبعا هيبقى فيها جزئين، جزء عملي وجزء نظري برضو زي ال HTML. عشان كده برضو احنا عايزين ايه، الموقع اللي احنا اشتغلنا عليه الامتحان النظري لازم كل واحد يبتدي يعمل لنفسه بقى اكونت من خلاله طبعا للخطوات اللي احنا كنا ذكرناها واللي انا كنت كتبتها برضو على صفحة الفيسبوك، على اساس ان هو يبتدي يسيب الحاجات دي، او لو هو يعني مش عايز يعمل ده ممكن انا يبعت لي بس على الميل بتاعي اسمه واليوزر نيم والباسورد اللي عايز يضيفها وانا هضيفها له انا كادمن للتيست دوت. تمام، يعني ممكن انتوا تبعتولي على الميل بتاعي اللي عايز يبتدي يعمل لنفسه اكونت
وانا هبعت له بعد كده اليوزر نيم والباسورد اللي يقدر يستخدمهم على التيست اللي ان شاء الله هنعمله فيها. لا التيست ده في الاخر خالص، في اخر الدريم ويفر بيبقى تيست نظري زائد ان في تيست عملي زي ما عملنا في ال HTML. الايميل انا كتبته تاني، هكتبه لكم تاني على الوايت بورد. اه طبعا ممكن اللي عايز يروح يا جماعه على ICDL ممكن يروح على ICDL، اللي حابب يبعت لي عشان لو كده بعمل له انا اكونت على الموقع بتاع الكويز. لا اللي مفيش اختبار ولا واجب دلوقتي، والاختبار ده هيبقى في اخر الدريم ويفر يا جماعه، ده عشان الدريم ويفر تيست بس. وده الميل بتاعي اللي عايز يبعت على الميل، او لو اللي عايز يخش على الموقع ممكن يخش على اللي هو quizstar.com. تمام، على quizstar.com. اه طبعا في شهادة يا جماعة، اللي بيسأل على موضوع الشهادة، اه في شهادة، في شهادة. تمام، اه طبعا في النهاية هيبقى في فاينل بروجكت يا جماعة. يعني ايه الشهادة؟ الشهادة بتتاخد على اساس ايه؟ آه على اساس اساسا الحضور بتاع، على اساس قصدي اللي هي التيست بتاعك النتائج بتاعته عامله ازاي، على اساس المشاركه بتاعتك، كل الحاجات ديت. لا استلام الشهاده دي ممكن تسالوا فيها الموقع بتاع دارين. مش مشكله يا جماعه اللي ما حضرش المحاضره الاولى، لان انا زي ما قلت لكم مجموع التقييم بتاعي مش بيبقى بس مجرد على امتحان واحد، التقييم بتاعي بيبقى على مجموع اداء الشخص، على مجموع اداء الشخص ومشاركته وتفاعله. وانا شخصيا طبعا في مجموعه اسماء انا حفظتها من خلال المحاضرات بتاعتنا، فاكيد دول هيبقى لهم وضع مختلف، زائد ان هم مش مجرد بس يعني داخلين بيتكلموا ويقولوا رايهم وبس، لا ده هنا في فعلا مشاركه حقيقيه، وفي منهم فعلا اللي بيقدم مشاركات كمان ما هو خارج المحاضره نفسها. فاكيد طبعا في ناس طبعا بانت يعني، بس انا طبعا مش عايز اذكر اسماء عشان بس ما حدش يزعل. لما ما حضرش اي محاضره على ال HTML دي ما فيهاش مشكله، ان بعد كده الدريم ويفر اساسا هيبقى فيه زي تعويض لموضوع ال HTML. الاي سي دي ال هيبدأ يا جماعة 9:30، المفروض دلوقتي ذاكرين. المحاضرات اللي فاتت مش متسجلة؟ لا في ناس بتقول متسجلة، في ناس بتقول متسجلة. ايمان تقصد ايه يعني ايه الاختيارات الموجودة على لوحة الاوتبوت؟ طب يا جماعة اللي ملوش اي اسئلة وعايز يخش على دورة الاي سي دي ال يا ريت يا جماعة يقدر يطلع من هنا ويخش على الكلاس التاني. اوكي، علشان خاطر الناس اللي بتسأل اقدر انا اعمل لهم حاجة. بالنسبة لمواعيد رمضان، احنا طبعا بنفضل يكون بعد صلاة العصر مباشرة، وده هيكون الغالب، زائد ان كمان ممكن هتبقى يومين في الاسبوع فقط، مش هتكون 3 ايام في الاسبوع. تمام، يعني ده اللي هيبقى، ويعني الى جانب ان ممكن كمان احتمال في ال10 ايام الاخاره ممكن ميبقاش فيه خالص. طيب لو في برضو اي اسئله يا جماعه يا ريت
يعني عشان قبل ما تنتهي وقت المحاضرة.